إيميل في 62 من العمر وهو كثير الانشغال، فبعدما تقاعد باكرا في نيسان أبريل الماضي قرر العودة إلى عمله السابق لدى دايملر ليدير فريقا صغيرا من المتعاونين الشباب. عودة إيميل تأتي في إطار مبادرة سبايس كاوبويز التي يتم بموجبها استدعاء موظفين متقاعدين لتولي مهام لفترة زمنية محدودة. لدينا الخبرة ونعرف هيكلة الشركة بالكامل، وهذا يعود بالفائدة على الجميع. ونظرا إلى خبرتي الطويلة من الرائع أن نشعر أن الشركة ما زالت في حاجة إلينا وأننا ما زلنا ذوي شأن. ويعمل إيميل مع فريقه راهنا على صنع نموذج أولي لكرسي يسهل العمل في خطوط الإنتاج. وبالنسبة لبيتينا وهي متدربة شابة في 23، يشكل العمل مع إيميل تجربة قيمة. بما أن السيد نيل يتمتع بخبرة كبيرة يمكننا أن نتعلم الكثير منه، ليس على الصعيد المهني فحسب وإنما اجتماعيا أيضا، مثل كيفية التصرف مع الآخرين، وهذا من شأنه مساعدتنا كثيرا. ويمكن لشركة دايملر في ألمانيا الاستعانة بمجموعة من 600 من أصحاب الخبرة الجاهزين للالتحاق بالعمل سريعا عند الحاجة. أما إيميل فيمكنه العمل 3 أيام أسبوعيا على مدى 9 أشهر في السنة، وهو يتقاضى أجرا يوميا، مبادرة لها فوائد عدة بالنسبة لصاحب العمل. التعامل مع هؤلاء المتقاعدين أقل كلفة من الاستعانة باستشاريين من خارج الشركة، ولكنه في المقام الأول يسمح بالحفاظ على مهارات دايملر وتنقلها، وهذا الأهم بالنسبة لشركتنا. في ألمانيا حيث تم رفع السن القانونية للتقاعد تدريجيا إلى 67، يواصل عدد متزايد من كبار الموظفين العمل، بينما تبنت شركات عدة أنظمة مماثلة. وشركة بوش الرائدة في هذا المجال تستعين بانتظام بموظفيها السابقين منذ العام 1999. أما بالنسبة لإيميل فهو يأمل في الاستفادة لبضع سنوات بعد من هذا التقاعد الجزئي.